انا هو اللي نعرف حكايه صفاقس، واهو الكتاب خلاوه لي جدودي وبوي حكاها لي وبوه حكاها له وانت ماشي. كيفاش انت يا سيدي تقول لي انا نعرف صفاقس؟ يا سيدي يرحم بوك ويرحم جدودك الكل. ايه ما انا علو تعيش تعيش هاد بدنا القصه وعليكم كلنا اذان وصاغيه. باه اسمعوني توي. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان سلطان، وما سلطان كان الله خالق لكوين. تظاهرت الفن في حومتنا تحت شعار الرباط يتنفس فن، والليلة نهار 30 مارس مسرحية من تقديم مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس وفرقة جميلة أبو حيرد المرشدات. شو رأيك تجي تخدم معايا وتعاوني؟ أنا؟ حتى صنعة. يظهر فيه مدلل، مدلل ولا مش مدلل؟ مدلل وتنسى كبر. الله انا مدلل سيد الناس، انا مدلل سيد الناس، انا مدلل سيد الناس والخدمه. ثم حاجه صعيبه اربط كل شيء نجم يصير. هذه الرابعة ليلة الحلم اللي حلمناه وعملنا شعار سنة ربط تعيش الحلمة، ربط بالحق عاش الحلمة والحلمة ولات واقع ملموس. ليت 27 ما تنساش باش تقول لأختي وتقولها اللي أمي شادت فيكم صحيح وتجي وتتفضلوا بحذنا. تجربة ناجحة برشا وفرحان ياسر، خاصة أنه المسرح وأثبتنا اليوم أنه المسرح ينجم يكون في أي بلاصة، يكفي أنك تقدم حاجة للعباد بطريقة مستساغة كما ريتوا، أنه رغم هي فيها شوية جانب تاريخي وجانب فيها حكواتي لكن مزجنا بين الحكاية وبين التمثيل، وكان فما الضمار وفما الموسيقى وفما الغناء. قادم لينا وما تفارق تونسنا البيع إلا ما تجينا، إلا ما سينا شفعة، إلا ما سينا والدوم مري تصبح فيا عطاك الحق. بارك الله حضور للأطفال اللي اليوم في عوض يكونوا في الشوارع يسمعوا في الفن، يتزاحموا شكون يدخل الأول عادة محلاها، وهذا يمكن كي نلقاو هكا كشافة ولا جمعيات ولا منظمات كي تنظم وكي تبدل تعاضد مجهودات الدولة. برافو يعطيهم الصحة. بدنا نعطيها ثلاث زيتونات وخمسة مراجع زيتون. أي عايشك أي عايشك ناس تستنى. شتعطي للطفل الصغير زوز باكوات عليه، والطفل الصغير كيلو سكر وكيلو قهوة وزغر دهن سوين. ثم نسمات حديثة قاعدة تهب على جهة صفاقس، ولينا نحسوا في الفرحة قاعدة تنتشر مش كان في المسارح مش كان في المنابر اللي تستأثر بالتظاهرات الثقافية، ولات الفرحة حتى في الشوارع حتى في الحوم العربي، وهذه تظاهرات نستحسنوها وندعموها، واحنا مش نكونوا أكبر سند، نحن بصفتنا كمجلس محلي لصفاقس المدينة ونعرفوا نضالات ولاد الرباط، وهذا مش غريب عليهم ومش غريب عليهم، معناتها من البسيط أن ينجحوا التظاهرات الثقافية كما التظاهرة اللي حصلت الليلة. شنو مش فاهمة شنو اش عملت؟ مانيش فاهمة يا أمي، قولي اش عملت شنو اللي عملت؟ يا بنيتي اش هذيك يا لله؟ طفلة ولدت تتكرم علينا بالكلام الصحيح تحكي بالكشمي، قلي قلي مين تعلمت هذا الكل؟ إخراج الفن للشارع وحاجة مزيانة برشا، اللي احنا عندنا برشا ما شفناش كيما هكا في مع أجواء رمضانية ممتازة. ان شاء الله ديما هكا وكل عام ان شاء الله نكون نجيبوا احسن، معناتها نجيبوا اكثر فنانين. توا ما تقوليش اللي باش نورشوا لهم ساعه ما يرجعونا في فروحاتنا ولا ما يرجعوش، تي احنا خيرنا سابق. وهكا عاد تاسست مدينه صفاقس وكما قلنا هذه أسطورة. من هنا خرجت في التمثيل الحمد لله يا ربي، وبديت من هنا ربط ربط هذا خرج رجال، فخور فخور بمنطقتي وفخور بحومتي واني اليوم رجعت وخدمت هنا. حقيقة هونية فسيفساء من الطبقات الاجتماعية وتجسد بحق التعايش السليم النظيف، فشكرا لكل أهالي الربطات عموما، وهذا احنا نقول ربط نقول ربط الزوز. قادم لينا وما تفارقونا.
نجموا نجيبوا للشارع حاجه جاده. وهذا هو اللي وقع، وقينا تفاعل كبير برشا، كبار صغار، عائلات خرجت من ديارهم. هذا ما يأكد انه ان شاء الله من اليوم علاش لا ما نأسسوش مهرجان ربط كبير سواء صيفي ولا في رمضان. نشكر بلدية صفاقس اللي كانت معناها متبنية التظاهرة هذه، نشكر الوحدة الأولى لتنشيط الأحياء بصفاقس، نشكر مركز الفنون الدرامية والرقحية، نذكر المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس، وعديد المساهمين اللي موجودين على اللافتة. منحبش نذكر باش ما ننساش برشا مساهمين، ونشكر أبناء فوج الربض والقيادات الكل اللي سهرت على إنجاح هذه التظاهرة.